لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. برادس في يوم العشرين يوم الجمعة لقاء الترجي والاتحاد لتفكارة يوسف يريد جهات شتلون لكن الكرة طالت شتلون في حوار مع عبد القادر بدوي إلى منغازي العيادي باتجاه عمر الخوشة وعمر بالحاج علي يوسف كارة وعمر بالحاج يحاول يبحث عن التمريرة بشكل خاطئ يوصلها لربيع الشاتي طويلة من ربيع يبحثون عن جهاد يمشي جهاد خطير الكرة ممكن التسل أين العرضية للرصية أمام خليل شمام العرضية طالت الكرة طويلة طالت على الجميع أقرب لربيع الشاتي ترجع لبلال وربيع الكرة مسات يمشي الشاتي والبطل ليبيا فريق الاتحاد ترجع الكرة وسط الميدان الترجي يحاول على الجزائري ترجع لبلال طويلة من بلال بالرأس ولكن الكرة طالت ترجع بالحاجة إلى البينية أين البينية باتجاه كراسن دقيقة في زمن هذا الشوط الأول والاتحاد مازال يرجع بالكرة للدفاع لناجي دراه ناجي لمعاد اللافي يا غازي حداري يا غازي وصل الكرة للهوني هوني لطلال ناجي طويلة باتجاه جهاد شتلون جهاده من شريفية حتى عن فك عقدة دفاع فريق الاتحاد وهذه كرة خطيرة ممكن التسديد أين البينية حداري من الكرة حداري الهشمة هذه الهشمة وهذه العرضية والكرة مدى علي بن رمضان بقميص رقم 5 متوسط الميدان اللي ممكن يشكل خطورة كبير قادر بدراني مر من أمام يوسف كارا عبد القادر لرشاد العرفة ومادي الهوني ورشاد لقاء يبحث عن الثغرة كما ذكرنا في دفاعات فريق الاتحاد يمشي رشاد العرفة ورشاد لغيلان الشعلاني والعرضي دفاع جزائري صلب في هذا اللقاء يتراسى عبد القادر ومحمد امين توكاي يخسر الكره بالحاجيني ولا يمر بوحده واثنين الخوشه مازال وسط الميدان يوصل لسويع لعمر بالحاج وهذه عبد وسط الميدان في اللقطه الاخيره يكسب خطا فريق الاتحاد ترجع للماتي هذه كره يوسف كارا عبد القادر بدران طويلة عبد القادر بدران باتجاه الشعلالي تعادل السلبي في 25 دقيقة لعب في زمن هذا الشوط الأول من هذا اللقاء حذر من الكرة يمشي النيجيري التسديدة اليسرى والجهة اليمنى عن طريق عمر بن الحاج واحدة اثنين طالت يا عمر تابع الترجي وكان على منصات التتويج مع الترجي في 19 هذا هو حارس الترجي في هذا اللقاء معز بن مرتقبة والمواجهة النارية في ذهاب الدور الثاني والثلاثين من أهل الاتحاد أمام ويترشح لدور المجموعات يمشي ربيع الشادي خطيرة ممكن التسديد خرج الكرة عن طريق من كوريبالي أقرب بالي ليفواري مازال يبحث عن الموسان توت الأول من هذا اللقاء والتون قايدي هجوم فريق الاتحاد في هذا اللقاء والكرة الأفريقية أمام الاتحاد وبقيادة الإيطالي سانسي مر بشكل رائع يمشي زاد جهاد في السرعة ولكن الدفاع جهاد شتلون هذه المهدي يمرر المهدي الهوني حداري يا طلال يمشي نسيم التسديدة والكورة في كثير رأينا معز بن شريفية كثيرا وهذه العرضية مرت على الجميع للشعلاني من هناك للنيجيري ولا لكن في الإياب تعادل بهدفين بسرعة أمام طلال فرحات يخسر الكورة ولا لا ولكن أنتوا في اللقطة الماضية والشعلاني طويل الكرة العرضية بالراس تأمين دي سبخطة بصافرة الحكم هذه اللقطة والتنفيذ رشاد العرفاوي ننتظر صافرة الحكم رشاد العرفاوي العرضية والرصية وبيتير في مغارب التي تجمع الفريقين كرة والخطأ لطلال فرحات طلال طويلة من طلال باتجاهها نسيم بن خليفة يجد راشد العرفاوي يمشي العرفاوي والعرضية الخطيرة علي بدران وسط الميدان خطيرة خطيرة الكرة يا طلال عمر بالحاج مازال يحاول أين العرضية أين البينية والكرة كانت من التسلل على يوسف بن شريفية حارس المرمى مع الترجي الرياض لم يتبقى الكثير على نهاية مجريال طويلة من طلال باتجاه يوسف كارا ما يمرش من عبد القادر بدران يبحث عن نسيم بن خليفة العرضية تصل لنسيم أقرب للنيجيري حذر من الكرة الخطيرة تسديد كرة في هذا الشوط الأول تمريرة واحدة واثنين نسيم بن خليفة كان يتصدى للحارس معاذ اللافي طويل السويع لمن يقطعها ترجع للشعلالي وافريقيا يبعد الكرة خارج أرضية المملكة عن نهاية المجريات هذا الشوط الأول بالتعادل
تركنا الشوط الثاني الأول كما ذكرنا بيتعادل الشوط الثاني. كل التوفيق والعين يوم الجمعة هناك على أرضية ملعب رادس في لقاء الإياب، لقاء الذهب. يريد الهدف، هذه هجمة خطيرة، حتارم الكوبود يتصدر الكرة، نرجع يوسف يمشي كارا ولكن الدفاع يتدخل، يمر يوسف، يمشي يوسف، يمرر، يمشي جهاد، خطيرة، يلا يا جهاد، يمشي يا جهاد. ترجي. أما مشاهدينا الكرام عن تشكيلة بطل ليبيا، أسحلتون، عمر بالحاج، عفوا عمر الخوجة، مكان عبد العاطي يلعب، حول الجهاد، مازال جهاد يخسرها من أمام الدفاع، يمشي عمر، زاد في السرعة، حول لمن عمر، يمشي جهاد، خطيرة، ممكن العرضية، واحدة واثنين، الكرة التمريرة، ممكن التسديد، عبد العزيز بلال، مرر الكرة لجهاد، جهاد اختار التسديد على التمرير، الرياضي التونسي في الدور الثاني والثلاثين والكرة سهلة، يمشي ربيع، يمرر الشاتي، ولكن عز بن شريفية، نتمنى ذلك، ترجع الكرة وسط الدفاع عن طريق بلال الشعلالي، وصل الكرة يقطعها، برافو الدفاع من ملعب شهداء بنينة، هو المدرب، النقلات والكرات بشكل سليم ورايع بين لاعبي فريق الاتحاد، يتدخل ناجي درا، هو رادي الجايدي لاعب الترجي السابق واليوم على راس الجهاز لتدعيم الصفوف. هل سنرى الهوني؟ هذه هجمة خطيرة، حداري ممكن العرضية، حداري من الكرة، حداري من الحاج، يمر بشكل رائع، رشاد واحدة واثنين امام ناجي درا، ناجي والكرة رمية جانبية، هذه كرة النيجيري ايوالاي سدد، ولكن العكس وغرار الشوط الثاني التي خطيرة يا عمر، حول لجهاد، يمشي جهاد، يخسر الكرة، ترجع لجهاد للنيجيري، حداري، برافو ناجي درا، الكرة طالت، المهدي الهوني، المهدي لناشي، المهدي لربيع، الشادي وسط عمر اللي مشكل خطورة في فريق الاتحاد، عمر بالحاج اللي مشكل خطورة على رشاد العرفاوي، يمشي بالحاج مسار عيد يا عمر، ممكن التسديدة والتسديدة بعيدة عن الكل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.